بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس الفقه، ألا وهو آداب الدعاء وأوقات الاستجابة. ذكرنا في الدرس السابق الدعاء وأهمية الدعاء وفضل الدعاء، وأن الله تعالى قد أمرنا بالدعاء، وما من نبي إلا وقد دعا الله دعوة. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وللدعاء آداب يجب أن أتبعها عند دعائي، فالدعاء عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، مثله كمثل الصلاة، وله آداب ينبغي للمسلم التأدب بها عند دعائه. منها: أولا، في بداية الدعاء حمد الله سبحانه وتعالى في بداية الدعاء. ثانيا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن أحمد الله أصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حضور القلب، أن يكون قلبك خاشعا حاضرا تدعو الله لحوحا في دعائك، وذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه ورفع اليدين في الدعاء. هذه هي أهم الآداب التي يجب اتباعها عند الدعاء، نتذكرها سويا. في بداية الدعاء حمد الله تعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور يكون في بداية الدعاء حمد الله تعالى والصلاة على النبي، حضور القلب، ثم تكرار الدعاء والإلحاح فيه، فالله يحب عبده اللحوح، وذلك كله مع رفع اليدين في الدعاء. أوقات الدعاء المستجاب، عرفنا معا فضل الدعاء، وكذلك عرفنا آداب الدعاء، نعرف أوقات الدعاء المستجاب. فالدعاء ليس مختصا بزمان أو مكان، فللمسلم الدعاء في أي وقت وحين، إلا أن هناك أوقات يفضل فيها الدعاء. ومن هذه الأوقات التي سنعرفها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فأقرب ما يكون العبد عند السجود، فهذا من الدعاء المستجاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. إذن هذا وقت آخر لا يرد فيه الدعاء، ويكون مستحب ومستجاب. لدي وقتان هما السجود وبين الأذان والإقامة، وهذا الذي عرفناه من هذين الحديثين، استخرج منهما أوقات الدعاء المستجاب. فأول شيء عند السجود، والثاني بين الأذان والإقامة، أي بعد أذان أي صلاة ووقت إقامتها، فمستحب أن أدعو الله بين الأذان والإقامة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، يعني ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب دون أن يعلم دعوته، ولكن أن تكون الدعوة في الخير، لا أن تكون إثم أو قطيعة رحم، إلا قال الملك ولك بمثل. فعلى ما يدل هذا الحديث؟ أحسنتم يا شباب،
أن دعاء المسلم لأخيه في غيابه دليل للمحبة، فالمسلم لا بد أن يدعو الله دائما وأبدا، وألا يرجو من الله في الدعاء إلا الخير. فأدعو الله وأقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ولا أدعو بإثم أو قطيعة رحم. أكتب ثلاثة من آداب الدعاء، ذكرنا خمسة، نذكر منها ثلاثة. أولا، في بداية الدعاء ماذا نفعل؟ يمكن أن أقول رفع اليدين عند الدعاء، ثانيا حضور القلب، ثالثا حمد الله تعالى في بداية الدعاء، رابعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خامسا أدعو بما يسر وقدر لي من الدعاء، وما شاء إلا أن يكون إثما أو قطيعة رحم. فنذكر منها ثلاثة فقط، فمنها حمد الله سبحانه وتعالى في بداية الدعاء، والصلاة على النبي، وحضور القلب. أقرأ سورة الفاتحة وأستخرج الدعاء الوارد فيها. هل تحفظون سورة الفاتحة؟ عندما نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فنحن ندعو الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ألون العبارة الآتية ثم أنقلها للفراغ الآتي. من يستطيع منكم يا شباب قراءة هذه العبارة؟ أحسنتم. الدعاء عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. وبهذا